هاي انا دكتور اشمر. ما تاكلوا شوكولا بيزيد حب الشباب؟ ثلاث خطوات تؤدي لتكون حب الشباب: انسداد مسامات افرازات الدهون على شكل رؤوس سوداء او بيضاء، وبالتالي تراكم الدهون تحت الجلد، ومن ثم تحول هالدهون وتفككها بواسطه البكتيريا الموجوده لحبوب ملتهبه او تكويسات. لعلاج حب الشباب نعطي كريمات تحتوي على مواد تفتح المسامات او بتخفف افرازات الدهون او بتقضي على البكتيريا الموجوده. اكدت الدراسات العلميه انه حب الشباب بيزيد مع تناول الحليب او مشتقاته، مع المأكولات اللي بترفع السكر بالدم او الهاي جليسيميك اندكس مثل الحلويات او المشروبات الغازيه، ومع المقالي لانها بترفع نسبه الانفلاميشن او الالتهاب بالجسم. اكيد الشوكولا الاسود ما بيزيد حب الشباب، ولكن له الشوكولا العادي في سكر وفي حليب وبالتالي بيزيد حب الشباب. تذكروا منيح، حب الشباب والحليب مثل الحطب واللهيب.